تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدت طلاوته قلوب الناس تنويرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم في إطلالة جديدة من برنامج وإن عليه لطلبة. كنا في الحلقة الماضية والحلقة التي قبلها بدأنا الحديث عن الوقف والابتداء، وكنا قد ذكرنا أن الوقف والابتداء هو من أهم أبحاث علم التجويد، ذلك أن الوقف والابتداء يصون الجملة القرآنية من أن تنسب فيها كلمة إلى غير جملتها. علم التجويد مخارج الحروف وصفاتها يصون الكلمة القرآنية من أن يتغير ومن أن يتحرف معناها. علم الوقف والابتداء يصون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها، وحينما نقول الوقف هو قطع الصوت على كلمة قرآنية بزمن يتنفس فيه عادة بنية استئناف القراءة. وكما ذكرنا فائدة الوقف والابتداء هو صون النص القرآني من أن تنسب فيه كلمة إلى غير جملتها. قارئ القرآن الكريم إذا أراد أن يقف فهو واحد من ثلاثة، إما أن يكون حراً مختارا يتخير لنفسه كلمة يقف عليها، وإما أن يكون مضطرا إلى الوقف على كلمة قرآنية معينة، كأن يضيق نفسه أو يشعر بعطاس أو سعال ويضطر إلى أن يقف على كلمة قرآنية، فهذا القارئ مضطر إلى الوقف على كلمة قرآنية معينة. وإما أن يكون هذا القارئ مختبرا، كأن يختبره شيخه يقول له إذا اضطررت إلى الوقف على هذه الكلمة القرآنية كيف تقف عليها. إذن عندنا وقف اختياري القارئ فيه حر مختار يتخير لنفسه كلمة يقف عليها، وإما أن يكون مضطراً يضطره أمر إلى الوقف وهذا هو الوقف الاضطراري، وإما أن يكون مختبراً وهذا الذي يسمى بالوقف الاختباري. الوقف الاختياري إما أن يكون جائزاً وإما أن يكون غير جائز. الوقف الاختياري الجائز له ثلاثة أنواع: الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. أما الوقف الاختياري غير الجائز فهو الوقف القبيح. الوقف التام هو أول أنواع الوقوف الاختيارية الجائزة، وهذا الوقف هو الوقف على كلمة قرآنية ليس بينها وبين ما بعدها تعلق لفظي ولا معنوي، يعني لا يوجد تعلق من حيث المعنى ولا يوجد تعلق من حيث الإعراب، وهذا مثاله الوقف على أواخر السور. كل آخر سورة لا تتعلق بأول السورة التي بعدها لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. أيضا مثلنا لكم في الحلقة الماضية بالوقف على قوله تعالى: وأولئك هم المفلحون، من أول سورة البقرة، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة، الآيات
أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الوقف على كلمة المفلحون هو وقف تام، لأن هذه الكلمة لا تتعلق بما بعدها لا من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب. النوع الثاني من أنواع الوقوف الجائزة هو الوقف الكافي، والوقف الكافي هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي لا لفظي، يوجد تعلق من حيث المعنى ولكن لا يوجد تعلق من حيث الإعراب. هذا مثاله قوله تعالى: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. الوقف على كلمة يؤمنون هو وقف كافي. لماذا؟ هذه الكلمة هل ثمة تعلق بينها وبين ما بعدها من حيث المعنى؟ نعم يوجد تعلق، الكلام كله على الكافرين: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. هذا الكلام كله على الكافرين. هناك تعلق من حيث المعنى، هل يوجد تعلق من حيث الإعراب؟ لا يوجد تعلق من حيث الإعراب. إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم. ختم فعل لفظ الجلالة فاعل، يعني جملة جديدة ليس هناك تعلق بينها وبين ما بعدها من حيث الإعراب. إذا كان هناك تعلق من حيث المعنى ولا يوجد تعلق من حيث الإعراب، هذا الوقف يسمى بالوقف الكافي، وهذا الوقف حكمه أن يوقف عليه وأن يبتدأ بما بعده، كما الوقف التام. الوقف التام طبعا هو أكمل الوقوف وأفضلها، لأن الكلمة التي نقف عليها ليس ثمة تعلق بينها وبين ما بعدها من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب، لا يوجد تعلق، وبالتالي هذا هو أكمل الوقوف وأفضل الوقوف. الوقف التام هو أيضا يوقف عليه ويبتدأ بما بعده. إذا لم يكن ثمة تعلق من حيث المعنى ولا من حيث الإعراب، هذا وقف تام. إذا كان هناك تعلق من حيث المعنى ولا يوجد تعلق من حيث الإعراب، هذا وقف كافي. الوقف الحسن، وهو ثالث أنواع الوقوف الجائزة، وأرجو منكم أن تنتبهوا له جيدا، لأنه ثمة تشابه بينه وبين الوقف القبيح الذي سأشرحه لكم إن شاء الله في هذه الحلقة. الوقف الحسن هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي ولفظي، يوجد تعلق من حيث المعنى ويوجد أيضا تعلق من حيث الإعراب. إلا أن الوقف على هذه الكلمة القرآنية يعطي معنى تاما ويعطي معنى مقبولا. كيف يكون هذا؟ مثلا نمثل لكم بسورة الفاتحة، لأننا نقرأها في كل صلاة أكثر من مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لو أتى قارئ وقرأ الحمد لله ووقف، إذا وقف على لفظ الجلالة هنا الحمد لله، هل هذا المعنى هو معنى تام؟ هل هو معنى مقبول؟ نعم، الحمد لله هذا معنى كامل، معنى تام. لكن هذه الكلمة التي وقفنا عليها وهي لفظ الجلالة، هناك تعلق بينها وبين ما بعدها من حيث المعنى، الحمد لله رب العالمين، وأيضا
هناك تعلق بينها وبين ما بعدها من حيث الإعراب. الحمد لله ربي، لاحظوا ربي مجرورة، وهي صفة كما تعلمون للفظ الجلالة، الحمد لله رب العالمين. كلمة لفظ الجلالة هنا الله التي وقفنا عليه، هناك تعلق بينها وبين ما بعدها من حيث المعنى كما هو ظاهر، وهناك تعلق بينها وبين ما بعدها من حيث الإعراب. لكن لما وقفنا على لفظ الجلالة هنا، المعنى كامل، المعنى تام، هذا هو الوقف الحسن. الوقف الحسن نقف على كلمة قرآنية وهناك تعلق بينها وبين ما بعدها، تعلق إعرابي وتعلق من حيث المعنى، لكن الوقف عليها يعطي معنى تاما. هذا الوقف وهو الوقف الحسن يوقف عليه ولا يبتدأ بما بعده. يصح أن نقف عليه لكن لا يصح أن نبدأ بما بعده، بل ينبغي أن نرجع كلمة أو كلمتين أو ثلاثة إلى الخلف، بحيث يعني نبدأ من كلمة يعني تربط وتعطي معنى، لكن لا نبدأ بما بعده. يعني لا يصح مثلا أن نقول الحمد لله ثم نبدأ رب العالمين، هذا خطأ، بل لابد أن نرجع كلمتين الآن إلى الخلف ونبدأ الحمد لله رب العالمين. لكن هذا يستثنى منه أن يكون الوقف الحسن على رأس آية. لو كان الوقف الحسن رأس آية فهنا يجوز أن نقف وأن نبتدئ بما بعده، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى. مثلا الحمد لله رب العالمين، هنا رأس آية، الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، كلمة العالمين هذه هل ثمة تعلق بينها وبين ما بعدها من حيث المعنى؟ نعم يوجد تعلق، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين، هناك تعلق من حيث المعنى، وهو كله يعني تمجيد لرب العزة تبارك وتعالى. وهناك أيضا تعلق بينه وبين ما بعده من حيث الإعراب، لأن الرحمن الرحيم هي أيضا صفة للفظ الجلالة الحمد لله، ولاحظوا أن الرحمن مجرورة، هي صفة للفظ الجلالة لله، الحمد لله رب العالمين. إذن كلمة العالمين هي متعلقة بما بعدها من حيث الإعراب، وهي متعلقة بما بعدها أيضا من حيث المعنى، لكن يجوز أن نقف عليها وأن نبدأ بما بعدها. الوقف الحسن كله يجوز أن نقف عليه، لكن لا يجوز أن نبدأ بما بعده إلا أن يكون رأس آية. هنا يجوز أن نبدأ بما بعده، يعني يجوز أن نقول الحمد لله رب العالمين ونقف ونبدأ الرحمن الرحيم. ما الذي سوغ لنا هذا الابتداء؟ هو أن الوقف على كلمة العالمين هو وقف على رأس آية، والوقف على رؤوس الآية سنة مطلقة. هذا هو الوقف الحسن، وكما ذكرت لكم هو كثير الشبه بالوقف القبيح الذي سأشرحه لكم إن شاء الله بعد هذا الفاصل القصير، فحياكم الله تعالى. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا. تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. منذ فتح شمال إفريقيا على أيدي الصحابة، توارثت الأجيال على أرض ليبيا التعليم القرآني والعلوم الشرعية في الحلق والكتاتيب والزوايا. رغم كل الحقب التي مرت على تاريخ ليبيا، ظل التعليم الديني يتوارث من جيل لآخر كما هو الحال في كل البلاد الإسلامية.
اعتنت المملكة الليبية بعد استقلالها بالتعليم الديني وفتحت الزوايا والمعاهد والجامعات، وأشهرها جامعة محمد بن علي السنوسي الإسلامية في مدينة البيضاء. بعد انقلاب سبتمبر تجلت محاربة القذافي للتعليم الديني في إغلاق الجامعات والمعاهد الدينية والتضييق على المشايخ والعلماء، وامتلأت السجون بطلبة العلم الشرعي. غياب التعليم الديني أدى إلى اضمحلال العلم الشرعي وندرة العلماء والمشايخ في ليبيا. كنتيجة طبيعية للتضييق على طلبة العلم الشرعي، لجأ الطلبة للبحث عن بدائل خارج البلاد. طلب العلم العشوائي والقفز على المراحل أوقع كثيراً من الطلبة ضحايا للغلو والتطرف. بعضهم وقع ضحية لمدارس مشبوهة دعمتها مخابرات أجنبية، ومن أشهرها فرقة المداخلة. بعد ثورة فبراير أصدر المؤتمر الوطني القانون رقم 3 لسنة 2015 بشأن إنشاء وتنظيم التعليم الديني. تم افتتاح المعاهد الدينية الرسمية والكليات الشرعية بمناهج معتدلة ومعتمدة من قبل إدارة المناهج. بعد دخول حكومة السراج للعاصمة تم التضييق على المعاهد والكليات والمؤسسات المعنية بالفتوى والعلم الشرعي. في سبتمبر 2018 وكيل وزارة التعليم بحكومة السراج يبعث رسالة للمعاهد الدينية بشأن عدم قبول طلبة التعليم الديني الأساسي مخالفاً للقانون وضارباً عرض الحائط بقانون صادر من جهة تشريعية منتخبة. أخيراً، هل هناك أيد تحاول العودة بليبيا إلى عهد التصحر في العلم الشرعي لتفسح المجال للأفكار المتطرفة بالعبث في أمن البلاد واستقرارها؟ كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزاميرا، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. الوقف القبيح هو الوقف غير الجائز، وهو القسيم الثاني من الوقف الاختياري. الوقف الاختياري إما أن يكون جائزا وإما أن يكون غير جائز. الوقف الاختياري الجائز أحد ثلاثة أنواع: الوقف التام والوقف الكافي والوقف الحسن. الوقف القبيح هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي ولفظي، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا أو يعطي معنى خاطئا. هو الوقف على كلمة قرآنية بينها وبين ما بعدها تعلق معنوي ولفظي، يوجد تعلق من حيث المعنى ويوجد تعلق من حيث الإعراب، لكن الوقف على هذه الكلمة القرآنية يعطي معنى خاطئا أو يعطي معنى ناقصا. لاحظوا الشبه بين الوقف القبيح وبين الوقف الحسن. كلاهما هناك تعلق بين الكلمة الموقوف عليها وبين ما بعدها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب، لكن الوقف الحسن إذا وقفنا على هذه الكلمة الوقف يعطي معنى كاملا ويعطي معنى تاما. أما الوقف القبيح فإذا وقفنا على هذه الكلمة يعطي معنى خاطئا ويعطي معنى ناقصا. الوقف القبيح أمثلته كثيرة. مثلا أنا دائما أمثل بهذا المثال من سورة يوسف عليه السلام، قالوا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب، على لسان إخوة نبي الله يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. إخوة يوسف يخبرون أباهم النبي يعقوب عليه السلام أنهم تركوا أمتعتهم عند أخيهم يوسف
وأتى الذئب وأكل يوسف عليه السلام، هذا هو المعنى. لكن إذا وقفنا مثلا وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، وقفنا على كلمة فأكله، الضمير غالبا في اللغة يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور هنا هو نبي الله يوسف عليه السلام. ما الذي يفهم من هذا؟ لاحظوا المعنى الخاطئ الذي أعطاه هذا الوقف، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله. ما الذي يفهم من هذا؟ يفهم أن إخوة نبي الله يوسف عليه السلام تركوا أمتعتهم عند أخيهم يوسف، ويوسف أكل هذا المتاع، لأن الضمير فأكله يعود على أقرب مذكور وهو نبي الله يوسف. معنى خاطئ تماما، وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله، لا، لابد أن تكمل وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. إذا ضاق نفسك مثلا لا تقف على كلمة فأكل، قف قبلها وتركنا يوسف عند متاعنا، ثم ارجع وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب. انتبهتم؟ لاحظوا المعنى الخاطئ. أيضا من أمثلة الوقف القبيح مثلا قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا، الآية. لو أتى قارئ وقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة ويقف هنا، ما الذي يفهم من هذا؟ يفهم أن الله تعالى يخاطب المؤمنين بأن لا يقربوا الصلاة، معنى خاطئ تماما. لا، لابد أن تكمل يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقول. وهذه حتى صارت مثلا، يعني يضرب لمن يدلس، يعني يأتي بجزء من الحقيقة ويخفي الباقي، يقول الكلام الذي في صالحه أو الكلام الذي يريد أن يشوش به على الناس، فيأتي بجزء من الكلام وبقية الكلام لا يقوله أحيانا. وهذا كثير الآن، يعني حتى في الإعلام الجديد، يعني أصبح كثير، يعني يؤتى بمقاطع مثلا، وطبعا دائما هم كلام المشايخ، وهذا من تشويه صورة العلماء طبعا في أعين العامة. وإذا تشوهت صورة العلماء في أعين العامة صار العامة ليس لهم ثقة في العلماء، وهذا أمر خطير جدا جدا. مثلا يأتوا بمقطع لشيخ معين يقول فيه كلاما، يأخذ جزء من الكلام ويقطع الجزء الباقي، فإذا شاهده الإنسان هذا البسيط ومعقول يقول والله الشيخ يقول في هذا الكلام، ولو سمع الكلام يعني كاملا ووضع الكلام كاملا والمقطع كاملا لما فهم هذا الكلام. طبعا هذا كثير جدا، هذا من التدليس. فيعني صارت مثلا، وهذا يعني كثير، فيأتي مثلا الشخص ويقرأ يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة، طيب أكمل لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا. فلابد يعني الإنسان أن يأتي بالحقيقة كاملا، هذا في الكلام اليومي، طبعا هذا استطراد فقط. لكن نحن دعونا في الوقف والابتداء. هذا وقف قبيح. لماذا وقف قبيح؟ لأن الوقف الكلمة التي وقفنا عليها هي متعلقة بما بعدها، والوقف عليها يعطي معنى ناقصا ويعطي معنى خاطئا، هنا أعطى معنى خاطئا. إذن لما نقف على كلمة قرآنية، إذا كان هناك تعلق بما بعد من حيث المعنى ومن حيث الإعراب، فهذا الوقف إما أن يكون وقفا حسنا وهو وقف جائز، وإما أن يكون وقفا قبيحا وهو وقف غير جائز. الحسن الكلمة التي وقفنا عليها وإن كانت متعلقة بما بعدها من حيث المعنى ومن حيث الإعراب فهذا وقف حسن، إذا كان
المعنى تاما والمعنى كاملا بعد أن وقفنا. أما الوقف القبيح هناك تعلق من حيث المعنى وهناك تعلق من حيث الإعراب، لكن هذا الوقف أعطى معنى ناقصا وأعطى معنى خاطئا. مر معنا كثيرا وأنا أتحدث على الوقف والابتداء أقول وقف جائز ووقف غير جائز. طبعا هذا لا يعني أن الوقف الجائز يعني، أو خلونا نقول أن الوقف غير الجائز، أن الوقف غير الجائز يأثم الواقف عليه. طبعا هذا خطأ، لا يوجد. أنا الآن لا أتكلم من ناحية شرعية، ينبغي أن ينتبه لهذا الكلام. لا يوجد في القرآن وقف واجب، يعني لا بد من الوقف عليه، وإذا لم يقف القارئ فهو آثم. كذلك لا يوجد وقف محرم، يعني إذا وقفه القارئ، إذا وقف القارئ هذا الوقف فإنه يأثم. لا يوجد وقف واجب ولا يوجد وقف حرام، إلا لو كان هذا الوقف يغير المعنى ويعطي معنى خاطئ، والقارئ يعرف أن هذا الوقف هو يعطي معنى خاطئ لكن تعمد الوقف على هذه الكلمة، هنا لا شك أنه آثم، لأنه الآن هو يريد أن يحرف كلام الله تعالى. إذا كان القارئ وعارف أن هذه الكلمة لو وقفت عليها تعطي معنى خاطئ تماما، لكن هو تعمد الوقف على هذه الكلمة حتى يوهم السامعين بهذا المعنى الخاطئ، طبعا هذا لا شك أنه حرام. لكن قارئ يقرأ ووقف على وقف قبيح وهو لا يفهم المعنى مثلا، أهو لم يتعمد أن يغير المعنى أو نحو هذا، فهو لا شك طبعا لا شيء عليه. هذه قاعدة مهمة، لا يوجد في القرآن وقف حرام يأثم الواقف عليه، ولا يوجد في القرآن وقف واجب يأثم تاركه، هذا لا يوجد. هذه قاعدة. ابن الجزري رحمه الله تعالى إمام الكل، إمام المقرئين، يقول وليس في القرآن من وقف يجب، ولا وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام غير ما له سبب، وليس في القرآن من وقف يجب ولا حرام أو ولا حرام غير ما له سبب ولا حرام غير ما له سبب. إذن لا يوجد في القرآن الكريم وقف واجب، ولا يوجد في القرآن الكريم وقف محرم. أيضا من القواعد المهمة، الوقف على رؤوس الآي هو سنة مطلقا، لأن مواطن رؤوس الآي ما عرفت إلا بوقفه صلوات ربي وسلامه عليه، وإلا كيف عرفنا نحن أن الحمد لله رب العالمين رأس آية، الرحمن الرحيم رأس آية، ملك يوم الدين رأس آية، إياك نعبد وإياك نستعين رأس آية، كيف عرفنا هذا؟ ما عرف هذا إلا بوقفه صلوات ربي وسلامه عليه. وحينما سئلت أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضوان الله تعالى عليها عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قالت كان يقطع قراءته، يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف، الرحمن الرحيم ثم يقف، ملك يوم الدين ثم يقف بأبي هو وأمي صلوات ربي وسلامه عليه. إذن قاعدة، ليس في القرآن وقف حرام وليس في القرآن وقف واجب، هذه قاعدة. القاعدة الثانية، الوقف على رؤوس الآي هو سنة مطلقا. هذا هو الوقف في القرآن الكريم، يعني حاولت قدر الإمكان يعني أن أبسطه لكم، لا شك أن الأمر أوسع وأكبر. والوقف كما الابتداء الذي سأشرحه لكم إن شاء الله في الحلقة القادمة هو متعلق بشيئين، هناك التعلق المعنوي، وهذا يلزمه أن يكون الإنسان على دراية وعلى علم بمعاني القرآن الكريم وتفسيره، والأمر الثاني هو التعلق اللفظي، التعلق الإعرابي، وهذا يعني من أراد يعني أن
يتخيل لنفسه وقوفا، فينبغي أيضا بالإضافة إلى علمه ومعرفته بمعاني القرآن الكريم وتفسيره أن يكون عارفا وملما وعالما بأحكام اللغة من نحو وصرف. وهذا طبعا عامة الناس لا يعرفون هذا. ما الحل؟ يعني الآن أنا أخاطب عامة الناس وأقول لو كان هناك تعلق معنوي، لو كان هناك تعلق إعرابي، أغلب من يشاهدني لا يعرف هذه المسائل. ما الحل؟ كيف القارئ الآن أنا أقول له تعلق إعرابي وتعلق معنوي، طيب هو لا يعرف معاني القرآن ولا يعرف النحو، كيف يعرف وجود تعلق إعرابي أو لا يوجد تعلق إعرابي، أو هناك تعلق معنوي أو ليس أو ما فيش تعلق معنوي؟ الحل هو أن تتقيد بعلامات الوقف الموجودة في المصحف. لما تجد علامة آية قف، إذا لم تجد علامة، إذا وجدت علامة وقف استغفر الله، إذا وجدت علامة وقف قف، إذا لم تجد علامة وقف فلا تقف. كذلك إذا وجدت رأس آية قف، لأن الوقف على رؤوس الآية سنة. إذا لا يوجد علامة رأس آية ولا يوجد علامة وقف فلا تقف. إذا اضطررت إلى الوقف، ضاق نفسك، الإنسان شعر بعطاس مثلا، أو شخص دخل سلم عليه قال السلام عليكم فأردت أن ترد عليه السلام، قف على أي كلمة وثم عد كلمة أو كلمتين أو ثلاثة إلى الخلف وواصل القراءة إذا لم تكن هذه الكلمة التي وقفت عليها عليها علامة وقف. نكتفي بهذا القدر من المادة العلمية. الآن نخرج لفاصل قصير، بعده إن شاء الله نتلو التلاوة المنهجية، وبعدها إن شاء الله تعالى أسر وأسعد بتلقي اتصالاتكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. فأهلا وسهلا بكم. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لنا من الرحمن تبشيرا، تلاوات كأن بها لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته قلوب الناس تنويرا. نصرنا المبين، وذا معين حكمة ما مثله معين، وهذه الآيات آيات محكمات، آيات محكمات. قرآننا العظيم دربنا القويم ومنة الحكيم، قرآننا العظيم مراتع النعيم ودربنا القويم ومنة الحكيم. فلنفهم الآيات، آيات محكمات، آيات محكمات. هذا كتاب ربنا وهذه الآيات، آيات ولا يخيب طالب، قارئه وحافظه تحدوهم النفحات، يرقون بالآيات، آيات محكمات، آيات محكمات. كتاب الله يسره لمن يتلوه تيسيرا، تلاوات تزف لداود مزامير، وكم أهدى طلاوته
السلام عليكم، حياكم الله وأهلا وسهلا بكم من جديد. وصلنا إلى الجزء الأخير في هذه الحلقة. كما هي العادة في الجزء الأخير نتلو في أوله التلاوة المنهجية، وبعدها نفتح الهواء لكم لمن أراد منكم أن يسمعنا قراءته لنقيمها له، أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد نجيبه إن شاء الله إن كانت عندنا إجابة. تلاوتنا في هذه الحلقة من الآية 9 بعد 100 إلى الآية 15 بعد 100 من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولله ما في السماوات وما في الأرض وإلى الله ترجع الأمور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. لن يضروكم إلا أذى، وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون الأنبياء بغير حق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون. يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين. وما تفعلوا من خير فلن تكفروه، والله عليم بالمتقين. صدق الله العظيم. نسعد ونسر بتلقي اتصالاتكم على الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة لمن أراد أن يسمعنا قراءته، أو لمن أراد أن يسأل في علم التجويد. في هذه الصفحة التي تلوناها أريد أن أنبه إلى بعض الكلمات التي تحتاج إلى تنبيه. أولا، عندنا في الآية 9 بعد 100 قوله تعالى: ولله ما في السماوات وما في الأرض. كلمة الأرض
لما نقف عليها ستسكن الضاد بسبب الوقف، وإلا فإن الضاد مكسورة، ولله ما في السماوات وما في الأرض. لما نقف على كلمة الأرض الضاد ستصبح ساكنة، يصير عندي ضاد ساكنة، وقبل الضاد الساكنة عندي راء ساكنة، فيجتمع عندي ساكنة سكون الراء وسكون الضاد، فأنا هنا مضطر إلى الجمع بين حرفين ساكنين. هنا ننتبه، لابد أن نعطي الراء حقها من السكون، وأيضا لابد من إعطاء الضاد حقها من السكون. ننتبه إلى سكون الراء وإلى تفخيم الراء، كذلك ننتبه إلى تسكين الضاد وإلى تفخيمها واستطالتها. أيضا لا نترك الهمزة التي سبقت الراء من كلمة الأرض، لا نترك الهمزة تتأثر بجارتها الراء، لأن الهمزة هي حرف مستفل، ليست من حروف الاستعلاء، ليست من حروف خص ضغط قض، هي حرف مستفل مستحقه الترقيق ولا تفخمه العرب أبدا. فلا نترك هذه الراء، آسف، هذه الهمزة لا نتركها تتأثر بجارتها الراء المفخمة. ننطق راء همزة مستفلة مرققة، ثم ننتقل إلى راء مفخمة ساكنة، ثم ننتقل إلى ضاد مفخمة مستطيلة ساكنة. ولله ما في السماوات وما في الآ، ولا نقول وما في الآ، آ هذه همزة مستعلة والعرب لا تفعل هذا. ولله ما في السماوات وما في الآ، راء ساكنة ثم ضاد ساكنة. طبعا هذه الصفات التي أتحدث عنها، استطالة في الضاد وإلى آخره، هذه إن شاء الله سيأتي الحديث عليها في هذه الدورة التجويدية بإذن الله. كل هذه الصفات سأبسطها لكم، والأمر إن شاء الله يسير وسهل على من يسره الله عليه. وإلى الله ترجع الأمور. عندنا في الآية الثالثة عشرة بعد المئة قوله تعالى ليسوا سواء، سواء هي ليسوا سواء، تنوين الهمزة من كلمة سواء هو تنوين نصب، وتنوين النصب إذا وقفنا عليه يعوض بألف تمد بمقدار حركتين. يعني التنوين إذا كان تنوين رفع أو تنوين جر، مثلا كتاب هذا تنوين رفع، كتاب هذا تنوين جر، لما نقف على تنوين الرفع والجر ما فيش إشكال، نقف بالسكون كبقية الحركات لما نقف عليها، نقف بالسكون. كتاب نقف عليها كتاب، كتاب نقف عليها كتاب. بينما تنوين النصب كتابا سواء قلما، هذه كلها نقف عليها بألف، هذه الألف نمدها بمقدار حركتين، وهذه الألف هي معوضة على تنوين النصب. تنوين رفع أو جر نقف بالسكون، لكن لو كان تنوين نصب نعوض تنوين النصب هذا بألف نمدها بمقدار حركتين. الآن لو نظرنا في المصحف ليسوا سواء، سنجد أن الهمزة التي عليها تنوين نصب، كل الكلمات المنتهية بتنوين نصب، نجد أن في آخرها ألف، يعني بعد الحرف المنون بتنوين النصب، تنوين بالفتح، نضع بعده ألفا، لكن هنا لا يوجد ألف. سأذكر لكم السبب لماذا لا يوجد ألف، لكن قبل هذا ننتبه، إذا وقفنا لا نقف ليسوا سواء، بل نقف ليسوا سواء. الألف الذي بعد الواو هذا مد متصل، نمده بمقدار أربع حركات، والألف الذي بعد سواء، الألف اللي غير مكتوب هذا، نمده بمقدار حركتين، وهو ألف معوض على تنوين النصب، هكذا ليسوا سواء. طبعا لسائل أن يسأل يقول لماذا لا يوجد ألف بعد الهمزة، لماذا لا يوجد ألف بعد الهمزة؟ السبب
أن الهمزة في زمن نزول القرآن وبعد زمن نزول القرآن يعني لم يكن هناك شكل للهمزة، إلى أن جاء الإمام الخليل بن أحمد رحمه الله تعالى واخترع شكلا للهمزة. طيب سأواصل إن شاء الله ذكر هذه المسألة، لكن بعد أن نستقبل هذا الاتصال من حمزة. أهلا وسهلا. زكريا، أهلا وسهلا يا زكريا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الشيخ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا، تفضل يا زكريا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتله فجعلناه سميعا بصيرا. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد. يا زكريا، زكريا مزاجها تقرأ من مصحف يا زكريا ولا غيبا حاليا؟ في المصحف. من المصحف. طيب كلمة مزاجها كيف مكتوبة؟ الميم عليها كسرة والجاء عليها فتحة والجيم عليها ضمة والهاء عليها فتحة. ما شاء الله. طيب ما فيش ياء بعد الميم صحيح؟ طيب ليش قريت مزاجها؟ ما فيش ياء، نقروها هيك يا زكريا. مزاجها، مزاجها، مزاجها كافورا. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. متكئين في حسبك. بارك الله فيك يا زكريا، ما شاء الله قراءة جميلة. أريد منك أن تهتم أكثر بأحكام التلاوة. انتهى وقت الحلقة، ألقاكم إن شاء الله في الحلقة القادمة وأنتم على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.